ما لقيناش كيفاش نهضروا مع البروموتير هذا، والله ما لقينا كيفاش نهضروا معاه. كل خطره نفس الوعود نفس الوعود، وكتها الحل. هي صرخات مكتتب مشروع 900 مسكن ترقوي مدعم بالمدينه الجديده لمنجلي بقسنطينه. المشروع الذي طال أمد انتظاره لتكون وضعية شققه في النهاية كما تشاهدون، فضائح علنية في الإنجاز وغش كبير من قبل الشركة المنجزة للمشروع. الأولى من ناحية الكاليتي تاع الخدمة الأولى، ثانيا للنورم تاع الخدمة ما كانش مدام، ثالثا ناحية المالية اللي سلكنا فيها الأرضية اللي سلكنا 150 ألف دينار، وهي ريالمون سي با 150 ميل ديال سي 79 ميل دو دينار، وهذا المراقي قاعد يكتب بنا من 2011. ولقسنطينة، وخلال أول خرجته الميدانية بالولاية تفاجأ بنوعية الأشغال، متحدثا بلهجة صارمة مع المرقي من أجل تدارك النقائص وتصحيحها. كاين سيرتين شوز خصك ديرهم مع سوني الغاز. بيان سور. حيها طولت. لا لا نديرهم ان شاء الله. طولت. كيزانيش. طولت. قول لي اعطيني. كورت ست سمان ديبي سمان الجايه نديرو سكيل دوموند. هنا ماهيش حاجه متعدده. هذه حاجه واحده يخص توافق عليها سوني الغاز، لا كاليتي دو ترافاي كي دارت باش تقدر تدي لو ريزو اون شارج، ولا ريسبونسابيلتي تاعها تمشي من عندك لسوني الغاز. يخصها التفره ان شاء الله دون زان ديلي ريزونابل، يعني ما تجيبوليش دي ديلي دو 3 موا ولا. هو سيناريو يلاحق المئة من المكتتبين في مشاريع عدة على مستوى الولاية بتأخر في الإنجاز ورداءة في الأشغال وغياب تام للرقابة والمتابعة، فإلى متى يبقى المكتتب هو الضحية دائما؟